علي معلول المنتخب المصري منتخب جيد، ولكن كان هناك منتخب سيخرج إجباري. كارلوس كوريش منتخب مصر منتخب عظيم ولا خلاف على ذلك. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب منتخب مصر ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للمنتخب المصري. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. كارلوس كوريش منتخب مصر منتخب عظيم ولا خلاف على ذلك. أكد إيفيان هاشك المدير الفني لمنتخب لبنان أن البرتغالي كارلوس كوريش مدرب منتخب مصر أحدث تحولا كبيرا في أداء الفراعنة، مشيرا إلى أن مصر أفضل منتخب في كأس العرب. وقال هاشك في تصريحات لبرنامج كرة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة: منتخب مصر سيكون له الأفضلية لتحقيق الفوز في مباراة تونس. وأضاف إيفيان هاشك أنه يشجع منتخب مصر في كأس العرب بسبب كرته الجميلة والمتطورة، مشيرا إلى أن كوريش مدرب يتمتع بإمكانيات هائلة. وأوضح مدرب لبنان: اخترت محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم في اختيارات الكرة الذهبية، ومحمد صلاح يقدم مستويات رائعة مع ليفربول ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة، حيث أنه بالفعل أفضل لاعب في العالم من وجهة نظري. وتأهل المنتخب الوطني لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، بينما حجز منتخب تونس مقعدا في نصف النهائي على حساب نظيره العمرية بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان الرياضية. وتفوق المنتخب الوطني في آخر مواجهة مع تونس في 16 نوفمبر 2018 ضمن تصفيات مؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وانتهت بفوز منتخب الفراعنة ب3-2. وسجل أهداف منتخب مصر كل من محمود حسن تريزيجيه وباهر المحمدي ومحمد صلاح، فيما سجل هدفين نصر قرطاج نعيم السالتي. وسيواجه الفائز من مباراة منتخب مصر وتونس في النهائي يوم السبت المقبل على استاد البيت في العاصمة الدوحة، الفائز من المباراة الثانية ضمن الدوري قبل النهائي، والتي ستجمع منتخب قطر والجزائر يوم الأربعاء المقبل على استاد البيت في مدينة الخور القطرية. رابط التصويت للأهلي ومحمد صلاح في جائزة جلوبسكور. أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة جلوبسكور عن القوائم النهائية المرشحة للفوز بجائزة الأفضل خلال عام 2021، وشهدت القوائم تواجد مصري، حيث ينافس الأهلي على جائزة أفضل نادي في العالم مع الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزية وأتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي وفلامينغو البرازيلية. ونجح البرد الأحمر في تقديم مستوى جيد خلال العام، حيث حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي إلى جانب السوبر القارية. كما يأتي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزية على رأس المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب رفقة الخماسي بنزيما وليفاندوسكي وميسي ورونالدو ومبابي. ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة، وهما جعل عدد من الخبراء الكرة العالمية يرشحونه للفوز بالكرة الذهبية قبل أن يحل سابعا في القائمة التي تصدرها ميسي. تامر أمين: محمد صلاح يوازي اسم مصر وحقق نجاحات كبيرة. قال الإعلامي تامر أمين إن اللقاء الأخير لليفربول كان في نفس توقيت لقاء مصر والأردن، مؤكدا أنني شاهدت اللقاء مع أحد أصدقائي حيث كنا نتابع اللقاءين في وقت واحد. وأضاف تامر أمين أن محمد صلاح حقق نجاحات كبيرة ويتمتع بأخلاق وشخصية قوية معلقة، إنسان ملتزم ودائما من البيت للملعب ومن الملعب للبيت. وتابع تامر أمين أن محمد صلاح لديه عقلية كبيرة تجعله قادرا على اتخاذ القرارات الصحيحة في أوقات صعبة، وأشار إلى أن محمد صلاح أصبح يوازي اسم مصر وسمعة مصر. موضحا: أحد أصدقائي قال لي لما محمد صلاح بيلعب يبقى مصر بتلعب. رئيس الفيفا يضع رشدة وصول محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم. وضع جياني إنفانتينيو رشدة وصول النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى جائزة أفضل لاعب في العالم، موضحا أن ذلك الأمر يتطلب الاستمرار في التألق مع النادي والمنتخب. وكان محمد صلاح قد حصل على المركز السابع في قائمة ترتيب الكرة الذهبية لاختيار أفضل لاعبي العالم والتي توج بها ميسي. وقال إنفانتينيو عن صلاح: محمد صلاح في الوقت الحالي واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهي مسألة وقت ونجاح مع ناديه ومنتخبه الوطني حتى يصنع الفارق ويصبح الأفضل في العالم. ويعد محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم منذ بداية الموسم الحالي،
وذلك نظرا لأرقامه المذهلة مع ليفربول، حيث نجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 9 في 22 مباراة خاضها بجميع المسابقات عقب حصول صلاح على المركز السابع. فإن جماهير ليفربول بالإضافة إلى بعض المحللين قد انتقدوا ترتيب الجائزة، حيث أشار البعض منهم إلى أن الفرعون المصري يستحق الحصول على مركز أفضل نظرا لأدائه الفردي هذا الموسم. محمد صلاح يزين قائمة الأكثر تهديفا ونجوم الأسيست في أوروبا هذا الموسم. تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزية في قائمة اللاعبين الأكثر تزيين للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بالموسم الجاري، بجانب وصفة قائمة الأكثر صناعة للأهداف. ويعيش محمد صلاح واحدا من أفضل مواسمه في البريمير ليج مع ليفربول، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسه جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف. كما يعد النجم المصري هو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف برصيد 9 تمريرات حاسمة، متفوقا على الفرنسي بول بوكبا الوصيف والذي يتساوم مع ألكسندر أرنولد برصيد 7 أسيست لكل منهما. من ناحية أخرى تصدر المصري محمد صلاح التشكيل المثالي لجولة 16 للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف فوز ليفربول على أستون فيلا من ركلة جزاء في الدقيقة 67، سددها بشكل بارع في المرمى. أول تصريح رسمي من محمد صلاح ودعم منتخب مصر. أكد تيدي شيرينغهام نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق أنه كان محظوظا باللعب في صفوف توتنهام هوتسبير لمدة موسمين، كما شهد بما يقدمه الفرعون المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي. وقال شيرينغهام: أفضل أندية في العالم تريد التعاقد مع محمد صلاح الآن، لم نسمع من قبل في الدوري الإنجليزي الممتاز عن عقود طويلة الأمد، ولكن أعتقد أن ليفربول سيبذل كل ما في وسعه للبقاء على صلاح، وأعتقد أنه سعيد في ليفربول. وأضاف شيرينغهام عبر برنامج ريمونتادا بقناة المحور: توتنهام كان في أفضل أحواله تحت قيادة بوتشينيو، فهو مدرب رائع وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، وتابع: فوجئت برحيله وكان يجب منحه وقتا أكبر، ولكن إدارة توتنهام حاولت الاستثمار مع مورينيو. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب أداء منتخب مصر الباهت؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.